السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. إن أردت يوما معرفة من حاول التطفل على هاتفك أثناء غيابك، استخدم تطبيق هايدن آي واصطاد كل المتلصصين بسهولة، ويتيح لك هذا التطبيق أيضا معرفة من حاول فتح جهازك دون إذن منك، ويعمل هايدن آي على تسهيل مهمتك في اصطياد أصدقائك وعائلتك أثناء محاولتهم الوصول إلى هاتفك. وسوف يقوم تطبيق هايدن آي أيضا بتصوير الشخص عندما يحاول فتح هاتفك باستخدام رقم تعريف شخصي أو نقش أو كلمة مرور خاطئة. يمكنك التقاط المتلصصين متلبسين باستخدام هذا التطبيق الرائع كما قلت. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة الثانية وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والقناة الأولى بالطبع، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. الآن نمر إلى الشرح. نذهب إلى التطبيق، نضغط عليه، ثم تأتينا هذه الواجهة، نضغط على Next، ثم على إناب، ثم على أوكي، ثم نضغط على أكتيفي، ثم Go to Setting، ثم نفعل هذا الخيار، ثم نعود إلى التطبيق، ثم نضغط على Next، ثم Authorize سماح، ثم Go to Settings، ثم نذهب إلى Security، ثم Verriage d'écran، ثم على هذا الخيار، ثم Definir le mot de passe، ثم نختار هنا شيما أو كود بين أو مود باس ميكس. أنا أختار شيما، أفعل هذا الرمز، ثم كونتينوي، ثم أعاود الكرة للتأكيد، ثم كونفيرمي، ثم أوكي. هكذا عندما يريد أي شخص التطفل على هاتفكم ثم يدخل الرمز بالخطأ، يتم التقاط صورة له تلقائيا بدون علمه. هكذا تعرف من قام باستخدام هاتفك. ندخل إلى التطبيق هكذا، ثم كما تشاهدون تم التقاط صور. تطبيق رائع. وهنا في الإعدادات، هنا الدارك تيم، هنا للوضع الليلي، هنا إعدادات، هنا لتغيير لون التطبيق إن أردتم. أنصحكم بهذا التطبيق، كما قلت الأكثر من رائع. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. لن تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.